نكمل اخبارنا. وريني اللقطه دي، قالوا لي بص اللقطه دي، دي الباندا اسمها، دي الباندا اللي اسمها سوريا، اللي بيعملوا كده، اللي بيجيبوا الحيوانات تتوقع مين يكسب. فالباندا دي، ده فين الباندا دي؟ في انهي حته؟ في قطر. كانوا جايبين الباندا دي في قطر من الصين، كان قبل كده فاكرين من بطولتين ثلاثه كده كان في اخطبوط كده، في كان اسمه اخطبوط بول انا فاكر في 2010. المره دي جايبين باندا بقى، جايبين باندا بتتوقع تشوف ايه، حطوها، حطوا علم الاكوادور وعلم قطر ويشوفوا الباندا هتقف فين. فالباندا، دبه الباندا توقعت فوز الاكوادور. خلي بالكوا الاكوادور اللي كسبت النهارده. هنشوف بقى توقعات الباندا سوريا خلال الفتره القادمه، يعني كل يوم كده هيجيبوها تتوقع مين يكسب في الماتشات دي. في موقف كده بفتكره بالباندا بس مش هينفع اقوله دلوقتي.